كان مسكين ساكن في حته كلها مجاري، وشقه صغننه عباره عن اوضه وصاله مع ابوه وامه واخواته، ونكد وعكننه والم وفقر وكل حاجه. فربنا اكرمه بعقد في السعوديه، في مكه، ب 4000 دولار. الكلام ده واقعا. ها بيقول عاش الشهر ده في سعادة بالغة. اما يجي يدخل ناحية البيت ويلاقي المجاري مغرقة الشارع وحاطين طوب بينط عليه، يقول انط على الطوب وانا مبتسم، قول كلها شهر وسافر وتبقى الدنيا كلها نظافة وابقى راكب عربية. يدخل الشقة مولد وهيصة، يقول الاقي نفسي ببتسم ومنشرح جدا، كلها شهر وهاخد شقه، عشت يعني اسعد شهر في حياتي اللي هو شهر الاحلام ده. هي ده اللي انا بقوله، انك انت لو حسيت، فما بالك بقى لو حاسس انه رايح الجنه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون. العمر كله هو الشهر ده، يعني لما الاقي حد بيضايقني ويعاكنني كلها كم يوم. يا رب ارزقني حسن الخاتمه والسامعين والمشاهدين. لو الانسان حس ان هو كلها كم يوم وروح الجنه، اللي جعان هيشبع، واللي تعبان هيرتاح، واللي مريض هيشفى، واللي واللي حد اذاه هياخد حقه. تفيض عليك احساسك ان في اخره، تجعل الانسان نوع من انواع السلام الداخلي. يبقى الانسان جواه كده رضا مش ملوش حدود، ملوش حدود. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على تعميق اليقين بالاخره.